منك غير كده. تمام. حضرتك جهز لي مخبرين اللي يقدروا يشتغلوا في ظل الظروف الامنيه اللي احنا فيها. وفر لي الحمايه ليا انا شخصيا وانا بجمع لك المعلومات. اقول لك تعال ننزل مع بعض تحميني واحميك ونجمع المعلومات اللي انت عايزها. وعلى الاقل نبقى بنضحي بنفسنا عشان خاطر بلدنا. انت تقصد ايه؟ ما اقصدش غير اللي انا قلته. حضرتك تأمرني بحاجة تانية قبل ما اروح. اصل انا اتأخرت على الولاد قوي وهم بيقلقوا عليا. يعني مش كنتوا قادرين تأجلوا سفركم لحد بالليل يبقى احسن؟ بالعكس يا طنط، الطريق بالليل بيبقى مليان لجان، دلوقتي اضمن. وبعدين اسكندريه فيها مليونيه طالعه دلوقتي، هيتداروا وسط الزحمه. طيب يا حبيبتي، مش هوثقوا على محمود، احنا زي الاهل. لا، احنا خلاص فعلا بقينا اهل. مش كده ولا ايه يا حبيبتي؟ طبعا يا ست الكل، طبعا. وبعدين معاكي بقى، كفايه النكد اللي احنا نكدناها على بعض امبارح طول الليل واحنا بنحكي عن احمد. ايه؟ دموعك ما نشفتش؟ نشفت والله، نشفت. كداب. طب وريني عينك كده. حبيبتي انت شايله ومعبية ومين سمعك؟ احنا دموعنا عمرها ما هتنشف على احمد ابدا. يا رب يا رب انت قادر تصبرني انا وهي، عشان احنا ناس غلابه وعمرنا ما عملنا حاجه وحشه في دنيتنا. بس انا عملت ايه؟ لا يا حبيبتي، هتكوني عملتي ايه يعني؟ هقولك لو عندك وقت اقعدي واحكي لي، ولا هتتاخروا؟ لا الصراحه مفيش وقت دلوقتي. يا باي عليكي، ده انا بحاول اهزر معاها. هو انا يعني اللي هحاسبها؟ ده انا عايزه اقول لها ان اللي زينا مهما غلطنا ومهما عملنا هنيجي ايه جنب اللي بيقتلوا في ولاد الناس وبيحرموا الامهات من نور عينيهم؟ هنيجي ايه جنب اللي عمالين يسرقوا في البلد وينهبوا فيها، وكل ما تيجي تقب وتقف على رجليها يخسفوا بيها الارض؟ يا رب يا رب انت قادر تنصرنا عليهم وتبرد نارنا منهم. يا رب يا طنط، يا رب يا رب. ده الامل اللي انا بقيت عايشه عشانه. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، انت لسه صغيره وياما هتشوفي في الدنيا. الكلام ده تقوله واحده زيي، الدنيا ياما وريتها. انا عايزه املك في الدنيا انك تشوفي البلد دي زي ما كان احمد وكل اللي معاه عايزين يشوفوها، بلد تاخد بحق اللي مات وتدي للي عايش الحق، بلد تاخد بطار احمد واللي زيه وتراضي محمود واللي زيه. تكنيلة، الحقي جوزك، من بعد الثورة حاله اتبدل وبقت دموعه قريبة. بالله عليك يا حماتي، ما انت اللي بتقولي كلام يقطع القلب. ربنا ينتقم من الظلم. يعني يا اخويا ما لقيتش الام الغلبانة وتقول لها الكلمتين دول؟ طب روح اقف مع ابويا اللي في المزارع بتاعت اسكندرية. عايزة تخلص منه بأي طريقة. ان شاء الله هنعمل مظاهرة كبيرة بعد صلاة الجمعة. احنا كمان لازم نشارك زي اللي شاركوا. ربنا يحميك يا اخويا، ولو انك يعني طالع بعد الهنا بسنة. مش بعيد على بختي يرجعوا لنا الامن المركزي تاني عشان تخلصي مني خالص يا هدى. جرى ايه انت وهي؟ ما تبطلوا رغي بقى، انتوا ما صدقتوا ولا ايه؟ يلا عشان تلحقوا محمود. لا يا امي، انت لو ما جيتيش معانا محمود هيزعل جدا، ومش بعيد يجي لحد هنا يسلم عليكي. لا، قولي له امك بتقول لك لو شافتك هوبت ناحيه البيت هتضربك بالشبشب الاخضر ابو نعل عرير، وانت فاكر لسعته كويس. ياه، ده تهديد صريح بقى. ما اظنش انه هيكسر كلامه الا بقى اذا كان وحش الشبشب الاخضر. اعوذ بالله، ربنا ما يكتب عليك الدو. ايه؟ قولي له يا منى يا حبيبتي، قولي له امك بتقول لك هي مش ناقصه وقلبها واجعها، وقولي له لو شفتهم بيقبضوا عليه تاني انا اللي هموت روحي وراه. قولي له يا راجل انت، قولي له عشان خاطر احمد لو عايز تاخد بحقه صحيح يبقى لازم تخلي بالك من نفسك وتحسب كل خطوه تخطيها. هو بيحبكوا وهيسمع كلامكم. يلا بقى يلا عشان ما تتأخروش، ابقوا طمنوني اول ما توصلوا. يلا مع السلامه حبيبي.
استني انت يا راجل، استني يا حبيبتي. خدي يا حبيبتي الصورة دي، أحمد رسمها لي بإيديه، انت أولى بيها دلوقتي، دي من حقك يا حبيبتي. خدي ليه كده بس يا أمي؟ يعني البنيها ناقصة؟ اسكتي انت يا هبلش، فهمك انت، هي جدعة، أنا مش هستحمل أشوفها كل يوم، إنما هي هتستحمل. صح يا حبيبتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين بقى في وجع القلب بتاعكوا ده، ما تسكت يا غتيت بقى وتنزل وتفارقنا. يلا مع السلامة عشان ما تتأخروش. طمنوني أول ما توصل. مع السلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة. طمنوني عليكم، خلوا بالكم من محمود. لا يا حوده، انا موظف كل حاجه، مستجود هيستناك في العجمي، ومن هناك هطلع على اسكندريه بامر الله. انت مرتب كل حاجه صح يا سالم؟ انا قلقان منك. عيب يا صاحبي، ده انا فديك برقبتي. رقبتك ايه بس؟ الراجل شارب نص كيلو بانجو بره. بانجو ايه؟ لا ما تقلقيش انت قبل. قبله؟ تفضل طول عمرك رخيص، ابعد بقى عمور عشان دي ممكن تحبسنا كلنا. يا عم بقول لك ايه، اكله السمك دي انا طلع عين امي في صيدها وعمايلها، تاخدها معاك عشان تقوتك. كم ومين اللي نفسي ياكل بس يا سالم؟ طب ما تجيب السمك ده عنك يا سالم. ايه يا حسين، انت عايز تديها للشحاتين اللي قدام الجامع مش كده؟ لا شحاتين ايه، احنا ناخدها البيت للعيال عشان ما يزفرش الجماعه وهم مسافرين. لو شحاتين وعيال على ايه؟ مامي اولى بيه. ما تجيب السمك يا سالم وتخليك جدع. الله، اولى بيها ده سالم، فكرتني. السلام امانه لامك. والله يا حوده هي بعتلك معايا بتقول لك البيها في حياتك، بس بتقول لك مش عايزه تشوف خليتك تاني. طيب يا جماعه مش تقوموا تصلوا الجمعه الاول عشان ربنا يستر طريقكم وانتم مسافرين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي، إيه النبهة دي؟ طب ما يروح يسلم نفسه ويبقى يصلي في السجن بالمرة، إيه رأيك؟ واخدين بعض عن كره. هتوحشوني يا ولاد اللذين. خد بالك من نفسك يا حسين، وخد بالك من العيال. مش هوصيك على أمي يا هدى. بالراحة على البت شيرين دي، بنت جدعة وأصيلة. حاضر يا أخويا ما تقلقش. والله وجه اليوم يا حسين اللي هتنزل فيه مظاهرات. ده أنا ما عملتهاش. قال آه. ادعي لي، ادعي لي يا محمود ربنا يكملها بالستر، لحسن أنت عارف حظي وبختي. خلي بالك من نفسك. في ايه يا محمود؟ انت بتودعهم ولا كانك مهاجر؟ دول كام يوم كده هترجع لهم مرفوع الراس ان شاء الله. طب يلا يا جماعه بقى، احنا نتكل على الله ونسيب الراجل ده يلحق وقته. يلا بينا. او يلا كمان عشان راجي عاوز ازور قبر احمد قبل ما نسافر. ماشي. محمود. ايوه يا ام. اما ايه اللي جابك يا ام؟ معلش يا حبيبي، معلش. على مهلك. يا رب قويني يا رب. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا حبيبي، خد، كنت هتنساها. انا مش بديها لك عشان تفكرك، انا عارفه ومتاكده انك عمرك ما هتنساها. بديها لك عشان انا اللي مش هقدر استحمل انها تفضل جنبي. خليها معاك يا حبيبي، خد، خدي كمان. اشتغلتها لك وانت في السجن، أكيد هتنفعك. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. علي النعمة لو عيطت لأسفخك ألم أخلي دماغك تصفر. نزل راسك يا ولد، أنت بتطول عليا؟ نزل راسك. Thank you.
متأكدة إن هو ده المكان؟ معرفش، المفروض حسب الوصفة ده المكان. إيه محمود اتأخرت ليه؟ إحنا خوفنا جدا إن نكون واقفين في الحتة الغلط. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا راجل. الحمد لله على سلامتك. عامله ايه يا راجل دلوقتي؟ الحمد لله احسن. ايه نويته على فين؟ بص بقى، شيل عجمي بقى خطر جدا، ما ينفعش تتخبى هناك، احسن حاجه تيجي عندي البيت. عندك؟ طب وطنط يا منى هتعملي فيها ايه؟ لا لسه مش عارفه، بس اهم حاجه محمود يبقى في حته امان لحد ما قابل عمر شاهين. مين عمر شاهين ده؟ عمر ده صحفي تحقيقات مهتم جدا بالقضيه بتاعتك. بص هشرح لك في السكه. يلا بس يلا يلا يا راجل. على طول انا مش هتاخر. فين؟ ما ترديش على موبايلاتي ليه؟ يا اما قافله الموبايل معظم الوقت. كده يا راجل؟ ده انت بقالك كذا يوم بايته بره البيت. يا ستي اعملي اللي انت عايزاه بس على الاقل طمنيني، وانا مش اخوكي ولا ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتلمي هدومك؟ يا للدرجه دي ما بقيتيش طيراني؟ كل ده علشان الحزب الزفت اللي انا دخلت فيه؟ وانا كنت رئيسه يعني؟ ولا انا الوحيد اللي كنت فيه؟ طب يا ستي انا غلطت. لا انا اجرمت. تقومي تسيبي بيتك؟ ده بيتك وليكي فيه اكتر ما ليا كمان. طب هتروحي فين؟ هو مش احمد الله يرحمه استشهد؟ والله العظيم انا كلمتك كذا مره عشان اعزيكي. والله انا زعلت عليه وعيطت حتى. انت مش مصدقاني طبعا. على فكره انا مش حيوان قوي كده، ومهما كنت مختلف معاه في راي الله يرحمه الا اني لا يمكن اقدر انكر ان هو بني ادم محترم ووطني، وهو واللي زيه ما يستحقوش المجزره اللي حصلت فيهم. وعلى فكره كل اللي عملوا معاهم كده هيضحكني، وفي كلام كبير جدا ان في تغيير جذري هيحصل في الحزب. تاني؟ هتقولي الحزب تاني؟ انت ايه يا اخي؟ مستني ايه عشان تفوق من الوهم اللي انت فيه ده؟ كان لازم انا اللي اخد رصاصه في راسي ولا صدري عشان تفوق؟ ولا كنت هتقول مش مهم؟ المهم الاستقرار والاصلاح. انت ايه يا اخي؟ انت عبيط ولا بتستعبط؟ والله ما انا فاهمه. مش فاهمه انت بتعمل كده ليه؟ عايز تفهمني ان انت الراجل اللي سافرت بره وتعلمت بره وشفت العالم بيتطور ازاي والدنيا ماشيه ازاي؟ عايزني انا اللي اقولك؟ انا اللي افهمك؟ عايزني اقولك ان وكر اللصوص اللي انت ماشي وراه ده واخدك انت واللي زيك من بتوع الشهادات والدكتوراهات غطا عشان يداري على اجرام المنظم اللي شغال في البلد؟ انا اللي اقولك؟ اصلك انت مش عارفه في كلام كبير قوي ان في تغيير جذري بقول لك هيحصل في الحزب. امين السياسات وكل القيادات هتتغير وهيجي مكانه. مش عايز اسمع اسامي حد، مش عايز اسمع. اوعى تفتكر ان انتوا تفرقوا عن بعض، كلكم عينه واحده. دم العيال اللي اتقتلت دي في رقبتكم. اذا كان في ناس بتسرق بايديها فانتوا مش اقل منهم في الجريمه، لانكم كنتوا واقفين درجيه بتتفرجوا على اللي بيحصل وساكتين. اذا كان في ضباط بتعذب وبتكهرب وبتذل فانتوا كنتوا مشاركين معاهم، لانكم كنتوا بتدوهم شرعيه ان هم يكملوا. كلكم كنتوا عارفين الحقيقه وساكتين، كلكم.
ما تجوش دلوقتي ناجي بعد ما صار الشعب اللي كنتوا بتقولوا عليه ميت وعمره ما هيصحى، تقعدوا تدوا لنفسكم مبررات عشان تخدعوا الناس. كلهم هتضحكوا قريب، كلكم، اللي سرق واللي نهب واللي عذب واللي قتل واللي ذبح واللي وقف يتفرج على كل ده وفضل ساكت. تجرتوا بالبلد وحرقتوها وضيعتوها ونهبتوها. اخر فرصه ليك كانت يوم 28، لو كنت نزلت مع الناس اللي في الشارع كنت هقول يمكن، او حتى جايز فيك الخير، او حتى هتتغير. لكن للاسف الفرصه فاتتك لانك مشيت ورا خوفك، ورا خوفك يا شامل كالعاده. ساكنين فين جنب مديرية الأمن؟ العمارة اللي لازقة في المديرية على طول يا طنط. عمارة لازقة في المديرية؟ لا، مفيش عماير أبداً لازقة في المديرية. هو قصده يعني العمارات اللي جنبها على طول، يعني كأنها لازقة فيها. عارفة الناس اللي قبل ما نحط على بيت طنط زوزو؟ تخيلي قنبلة غاز انفجرت في العمارة حرقتها. قنبلة غاز؟ ولا قنبلة مولوتوف من اللي بتحذفوها على المديرية يا صيع؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كنا عايشين في امان واستقرار والدنيا زي الفل، خربتوا البلد. لا والله يا طنط، هي قنبله غاز بس بدل ما تنفجر في الهواء كسرت الازاز ودخلت للشقه، ولعت بقى في الستاير وفي الترابيزات وفي السجاجيد، الولعه بقت في كل حته يا طنط، ولعه. كل ما ترسوا على بر، يا حرقه العماره ولا حرقه الشقه؟ ما هي ولعت العماره بما فيها الشقه يا طنط، ده احنا والله يعني يا دوبك عرفنا نطلع شويه الحاجات دي قبل ما نهرب. وايه حبيبتي الحاجات دي؟ دول؟ دول شوية هدوم ليا أنا ومحمود. يا أختي يا قلبك، الشقة بتولع وأنت بتلمي في الهدوم. والله ده الكلام اللي قلته لها يا طنط، يلا يا راجل الشقة بتولع، تقول لي يا محمود مش هنلاقي حاجة نلبسها، يا بنتي هنولع، تقول لي هدومي. بصي لي كده يا أخويا، مش عارفة، حاسة إني عارفاك، وشك مش غريب عليا أبداً. ممكن يكون شوفي يعني في المكتب مثلاً. مكتب إيه بتاع المقاطع بتوعك؟ أنا عمري جيت لك هي مرة واحدة، نسيت المفتاح جيت لك عشان آخده. لا، أنا شفتك في حتة. شفتك في جورنان؟ لا، في التلفزيون يمكن. ما شاء الله عليك يا مامي، مش قلت لكم؟ مامتي ذاكرتها فظيعة، امسكوا الخشب. يا حبيبي مالك متوتر ليه؟ الخشب قدامك. الباشمهندس محمود يا مامي عامل اختراع مهم جدا. هو مهندس ميكانيكي على فكره، اخترع موتور ما بيشتغلش بالبنزين. ما بيشتغل بالجاز؟ بالميه. ميه؟ بالميه اه، بس عارفه يعني انا معيش ورق وكده عشان اشرح لحضرتك وخايف اغرق لكم الشقه. فعلا احنا شفناه في التلفزيون في حديث المدينه، مفيد فوزي كان مستضيف وفاكره احنا اتفرجنا على البرنامج سوا قبل الثوره. يمكن. ايه يعني تحقيق ولا ايه يا حبيبتي؟ تحبي تشوفي البطاقه؟ والمدمنزيل اختك معاها بطاقة برضو؟ بطاقة؟ يا ده انا نسيت البطاقة في البيت. سبحان الله، نسيت البطاقة في البيت وافتكرت تلم الهدوم بتاعتك انت ومحمود. ما انا يا طنط ما كنتش مركزة والله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص ارجع كده. لا لا خليكي يا حبيبتي، لا تروحي فين؟ دول البطارية مبهدلين المنطقة عندهم، ما ينفعش خالص خطر، ما ينفعش. ومين السبب؟ مين السبب يا حبيبتي ها؟
مش انتوا السبب في كل اللي حصل ده؟ في ايه؟ ما كنا عايشين حلوين، كل حاجه كانت ماشيه زي الفل. راجل قال لكم هقعد 6 أشهر واسلم، مفيش فايده، ركبتوا دماغكم. ارحل 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 ارحل. وبعدين والله يا طنط قلت لها نفس الكلام، يا جماعه نستنى على الراجل لحد ما 6 شهور يعدوا، تقول لي لازم يمشي دلوقتي. يا منى الراجل ما كذبش علينا في حاجه وما شفناش منه الا كل خير، تقول لي لازم يمشي دلوقتي يا محمود، عندي ما شفتوش قبل كده يا طنط. بص بقى يا حبيبي، مش عارفه ليه كده حاسه ان التريقه والكذب بيدلدقوا من بقك يا حبيبي. لا لا مش كده خالص. اقول معلش، احنا شراقوه وبنفهم قوي في الاصول يعني وفي الضيافه. هتشرفونا قد ايه يا حبيبتي؟ مامي هما ليلتين بس. ليلتين بس يا طنط؟ واضح ان ماما سابت الشرقيه بقالها فتره. هي قلت انا وراجع فين يا ماما؟ ايه كمان هيختاروا حضرتك؟ يعني يا فندم ما فهمتش ايه سر القرار ده؟ سر القرار هيكون ايه يعني يا هيثم؟ شلوت بس بالادب. يعني ايه خد لك اجازه طويله عشان نقيم وضعك الوظيفي؟ اكيد هيطلعونا من الخدمه. طب ليه بس يا فندم؟ حضرتك يعني ما قصرتش في اي حاجه والكل يشهد بده. يا سيدي متشكرين ليك قوي، بس طبعا الوزير الجديد لازم يعمل قطيعه مع رجاله الوزير القديم، وذلك تلبيه لمطالب الجماهير. وبعدين يطلع في الجرايد والتلفزيون ويقول لقد اتخذنا قرارات جذريه باحاله عدد من القيادات واللواءات الى المعاش عشان نشتغل على نظيف. انا ما شفت الفيلم ده في خدمتي هيثم، بس عمري ما تخيلت ان هيجي يوم امثل فيه. طب انت شايف يعني يا فندم الموضوع ده يعني ممكن يزيد عن حده؟ يعني يزيد عن حده؟ قصدك ايه؟ محاكمات وكده؟ انت قلقان يا هيثم؟ ما تقلقش، انت واللي زيك في امان، انتوا الكتله الغاطسه بتاعت السفينه. كويس انك لا انت في سني ولا في رتبتي، احنا اللي بنروح كبش فدا. يعني مش كبش فدا قوي، لكن هما لازم يخرجونا من الخدمه. لكن يحاكمونا؟ لا، مين يحاكم مين؟ احنا كنا بنشتغل عند مين؟ وبأوامر مين؟ اصل انا يعني يا فندم سمعت ان حبيبي هيتحبس. لا لا لا، ما تصدقش الكلام ده. هو ممكن يتحط تحت الاقامه الجبريه بس، يعني او حاجه تسكت الشارع. بس الريس عارف انه ما يقدرش يدوس على حبيبي العدلي اكتر من كده. ده كان مخزن اسراره، اقرب له من عياله. يعني اللي بنسمعه ده اشاعات؟ شفت الزمن يا هيثم؟ دلوقتي بقينا بنسال بعض عن الاشاعات بعد ما كنا احنا اللي بنطلعها. ما تجمد شويه يا هيثم. شويه الكلام اللي في الفيديو اللي على اليوتيوب قلقك قوي كده. حضرتك شفته؟ يا هيثم انا طالع اجازه بس مش بمزاجي. عموما كل ده هيتلم بكره. ازاي يا فندم؟ في شويه قرارات مهمه هتتاخد بكره. احنا كجهاز كنا طالبنا بيها من قبل 25 يناير، بس تعمل ايه؟ ملعون ابو العناد بقى، محدش كان ممكن يتخيل ان اللي حصل ده يحصل. واحنا نفسنا اللي كنا بنحذر منه ما كانش ممكن يتخيل انه بالحجم ده كله. طب يا فندم هتقول لي ايه القرارات دي؟ انت حضرتك عارف ان انا كتوم دايما وياما استقبلتني على اسرار. هقول لك يا سيدي، بس على الله تبقى تفتكرني بعد ما اطلع. ازاي بس يا فندم؟ انت افضلك عليا كتير ولا يمكن انساها ابدا؟ لا هتنساها يا عيسى، بس مش ده المهم. المهم ان كان في شويه قرارات بعد المليونات اللي حصلت النهارده كان لازم ننتظر رد فعل الشارع على اللي بيحصل في التحرير. واضح ان مشروع التوريث ده لازم يتحط في الدرج. معقوله؟ بعد كل التعب ده؟ طب ازاي؟ انا بقول يتحط في الدرج يا هيثم، لا قلت يتحرق ولا قلت يتقفل تماما. لازم في شوية قرارات جريئة تتاخد، عشان كده كل قيادات الحزب الموجودة هتمشي وهتيجي قيادات جديدة سمعتها كويسة، عشان الشارع يهدى والناس تعرف إن الرئيس هيمشي بعد ما غير الدستور ويعمل إصلاحات ويرجع الاستقرار. أنت شايف يعني إن الناس هتقتنع بده يا فندم؟ لا هيقتنعوا، هيقتنعوا. شعبك نفسه قصير، لا بيحب القتل ولا الدم، ومحدش هيقعد في الشارع المده دي كلها. بكره لما يسمعوا ان حبيب العدلي هيتحط تحت الاقامه الجبريه
وان في مشروع ان كام حد من الوزراء والناس الكبار يخشوا سجن وين الجايين دول. ايه ده يا فندم؟ ده بجد؟ هما لو اتبسطوا قوي ما حدش هيخش السجن، ولو اتبسطوا نص نص هيضحوا بكام حد ويحرقوه يدخلوه السجن. فاكر يا هيثم مدرجات الروماني اللي عندنا هنا في كوم الشقافه؟ كان زمان بيجيبوا الفرسان يصارعوا الوحوش، وكل ما وحش ياكل فارس الشعب يسقف للامبراطور. اهو ده اللي بيحصل دلوقتي. بس المشكله ان المره دي الناس طالبه راس الامبراطور نفسه. ما تخافش، كل حاجه في البلد دي لها صرفه. خلي بالك من نفسك يا هيثم، من ولادك، وديهم في حته تانية. مش قلت لي مراتك لها ناس في البحيره هناك عندكم؟ ودي عيالك هناك، الريف امن كتير من المدينه. انت وديتهم بقى. طول عمرك تلميذ شاطر يا هيثم، اللي زيك ما يتغلبش ابدا.
ايه؟ لو البيت اللي جوه دي ما طلعتش اخته هطين عيشتك. عارفه يا مامي، هتقطعي لساني وتحطيه في سندوتش وتاكلهولي. ايوه يا حبيبتي، كويس انك انت لسه حافظه الدرس. اه طبعا، عشان اللي بيكذب ما يستاهلش يعيش بلسان. ايوه بالظبط كده يا حبيبتي، لو طلعت بتكذبي بقى هقطع لسانك من الاكل واخوها، ولحلمك هعمل عليهم كبسات مفاجاه، لو لقيتهم قرب منها قوي ولا حاضنها ولا حاجه هطربق الدنيا على دماغك ودماغهم، ما بحبش حد يقرطصني ابدا. عارفه يا ماما، خلاص حضر العشاء هموت من الجوع. ما اكلتيش ليه في الميدان يا حبيبتي؟ ما هم بيوزعوا عليكم هناك وجبات مشويه. عارفه لو الثوره دي فشلت الشعب كله هو اللي هيتشوي. البرطمه تقول ايه؟ ملحق تعالى ده شيل الاكل ده، افرش الجرارين تحته لحسن يوسخهم بالمطرش زي ما عملوا المقاطيع بتوعك المره اللي فاتت. حاضر. تروح بيته ازاي؟ دي مخاطره ملهاش اي لازمه، وبعدين منى كده ممكن تزعل منك. انت مش اتفقت معاها ما تعملش حاجه من غير ما تقولها؟ راجع فهميني، منى عمرها ما هتحس باللي انا وانت حاسين بيه. انا متاكد ان هي كانت بتحب احمد، بس عمرها ما هتحب قد اخوه ومراته. عشان كده كل خطوه عايزانا نمشيها قانوني وشرعي وسلميه سلميه وجو الهجايز ده، واللي زي هيثم مش هينفع مع الكلام ده خالص. ايوه بس حكايه سلميه دي مش هجصه خالص. انا كنت فاكره كده زمان، انا واحمد وشباب كتير معانا، بس الثوره غيرت تفكيرنا كلنا. انا معايا فيديو كنت صورته لاحمد الله يرحمه ليله استشهاده، كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده تحديدا، عايزه اديهولك تشوفه. واضح ان انت فهمتيني غلط، انا ما بكلمش على الثوره بشكل عام، انا بتكلم على هيثم واللي زيه. هيثم ده ما يعرفش غير لغه القوه، والقانون مش هجيب معاه اي حاجه. طب هنعمل ايه يعني؟ هنغتاله؟ مش لما نوصله الاول. الموضوع مش سهل قوي كده. مين قال لك ان واحد زي هيثم ده مش عامل حسابه كويس جدا ومأمن نفسه وحاطط حراسه تحت بيته، واول ما نروح له هيبقى فخ عشان يقبض عليك. ده اذا كان قاعد في بيته اصلا. اكيد هيثم بعد ما الثوره قامت خد مراته وعياله وقعد في حته تانية خالص، خصوصا بعد ما عرف ان انا هربت وان احمد استشهد الله يرحمه. اوعى تكوني فاكره ان هيثم ده نايم على ودانه. ده مصحصح، مصحصح قوي كمان. طيب يبقى تروح له بنفسك ليه؟ اديني الظرف اللي انت عايزه يوصل له وانا هوديه. لا انا عايزه يعرف ان انا بدور عليه بنفسي، هو اكيد عارف ان انا هوصل له عن طريقك، مش محتاجه فقاقه يعني. انا عايزه يستفز ويخرج من الجحر اللي هو مستخبي فيه ده، بالطريقه دي اقدر امسك عليه اي غلطه. وبعدين مش احسن ما انا قاعد كده حاطط ايدي على خدي مستني النظام يسقط، اللي هو في المشمش يعني. ده لسه متشائم؟ قصدك واقعي. تصدق ان انا ما شفتش هيثم ده لحد النهارده؟ اه صحيح، ما انت كان بيتحقق معاك وانت متغمي. انا اسف السؤال، ما عندكيش اي صور ليه؟ سؤال يستحق الاسف فعلا. اه طبعا ما عنديش، بس شامل اخويا عنده صور كتير ليهم مع بعض، هجيب لك واحده. حاضر. دي حاجه، الحاجه التانيه عايزك تساعديني ان اجيب حته سلاح. سلاح؟ ليه؟ هو ايه اللي ليه يا راجل؟ عايزين نطرد واحد زي هيثم بايديها فاضيه؟ بص بقى، انا معاك انك ما تقعدش تستنى ازاي ممكن نوصل له بالقانون، لكن الموضوع ما يوصلش لدرجه السلاح يعني. يلا العشاء جاهز. الله اكبر. ايه خبيتك؟ انا اسفه، أنا آسفة قوي إني انقطعت عليكم خلوتكم، بس العشاء جاهز وقلت يعني تاكلوا بسرعة عشان البنتين هيجوا يشرفوني في أوضتي ويناموا معايا، ولا أنت عندك مانع؟ لا لا أبداً، أنا أساساً ما بعرفش أنام غير لوحدي يا طنط. معقولة يا طنط؟ كل ده أكل؟ تعبناكي والله، مش ممكن كل الأكل ده. مفيش ليمون مخلل ولا إيه؟ وانتوا شايفين بعينيكم خارب البلد وناهب البلد والمجرمين اللي خدوا الفلوس وهربوا كلهم الحزن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قوم اجهز لك العشاء. اه والنبي ده احسن الواحد رجليه دابت من اللجنه المهببه دي. ايه القرف اللي شغال ده؟ ما تشوفوا لنا حاجه تفتح النفس على الاكل. ما تستنى يبقى بنشوف اخبار البلد ايه. البلد خربت بس خلاص، ادي موجز الاخبار يا حلتم. عايزه ايه تاني؟ يعني هي كانت معدوله قبل كده يابا، ما ان شاء الله تتعدل واحده واحده. انت بترد عليا؟ لا انا ما بردش، انا بقول رايي. حد طلب منك رايك؟
ايه ايه يا شيرين؟ عيب عيب ما يصحش. هو ايه اللي عيب ياما؟ انا قلت حاجه غلط، انا بقول رايي وبس. شفتي ادي اللي عملته الثوره، قله الادب. لا روح امك، الكلام ده مش عندي، مفيش حد هنا في البيت ده ليه راي غيري. لا طبعا ما ينفعش يابا، من حق انا وامي نقول اللي احنا عايزينه طالما بنتكلم بالذوق والادب والاحترام. لا خلاص خلاص يا اخويا، يا ما تقصدش يا بنت اشتري نفسك، اصلا منفعل شويه اللي شافته في التلفزيون. ادي اللي عملته القعده في بيت عبد الناصر والرغي مع مراته وعياله، بوظوا اخلاق البنت. نسيتي اللي عملوا فيك المحروس ابنهم ولا عاوزانا افكرك؟ لا يا بابا، لا عم عبد الناصر اللي ضاعوا بالكلام ده ولا حتى محمود. كل الحكايه بعد ما في ناس استشهدت وناس اتصابت وناس خرجت من بيوتها علشان تضحي بحياتها، احنا لازم ما نفضلش زي الاول. زي ما هم خرجوا عشان غيروا حال البلد، احنا كمان لازم نتغير. هنتغير نعمل ايه يعني؟ شايفانا بنلعب بالفلوس لعب زي الحراميه الكبار؟ انطقي. الله، ما تهدى شويه يا اخي، نفهم الاول هي تقصد ايه. ياما انا كل اللي اقصده ان احنا ما ينفعش نقعد نتفرج عليهم وكان البلد مش بلدنا. احنا ما ينفعش نقعد نتفرج على البرامج اللي بيطلعوا فيها ناس ضد الثوره يشتموا فيهم ونصدقهم. احنا بس عايزين نصدقهم علشان مش قادرين نعمل زيهم وننزل ونغير معاهم. هنعمل ايه يعني؟ هي البلد عملت لنا ايه من اساسه؟ لا بقى ما عندكش حق في الكلام ده، دي بلدنا حلوه وما شفناش منها اي حاجه وحشه ولا حاجه كويسه. هذا احنا عايشين وخلاص. لا يابا، مفيش حاجه اسمها احنا عايشين وخلاص، ما ينفعش تقول كده. لو انت مش قادر تنزل معاهم وتساعدهم يبقى تساعدهم باي طريقه تانية. عايزه تعملي زي العيال اللي بيلملموا البطاطين والادويه ويروحوا يدوها للعيال اللي قاعدين في الميادين عشان يفضلوا قاعدين في الميادين والبلد تتخرب اكتر ما هي خربانه. وماله يا اخويا، ما احنا عندنا بطاطين ياما والدولاب مليان ادويه قد كده، تاخد منهم شويه وتديهولهم. يا ماما ياما، الحكايه مش حكايه ادويه ولا بطاطين، هم اصلا مش مستنيين مننا حاجه. كل الحكايه ان احنا ما ينفعش نقعد نتفرج عليهم وخلاص. يابا انا احمد بعد ما استشهد حلفت ان انا مش هرجع زي زمان عبيطه ومش فاهمه اي حاجه ولا حتى داريانه باللي بيحصل حواليا. انا قلت هسال في كل كبيره وصغيره وهفهم، مش كل حاجه هاخدها من البرامج الكذب دي. واي برنامج بيطلعوا فيه ناس بتشتم في الثوره والثوار هتصل واقول ان انتوا كذابين. وانا اللي ادفع الفاتوره؟ الله، انت دايما كده تحبطها على طول، بتقول لك عشان خاطر احمد الله يرحمه. اتكلمي يا بنتي على راحتك، وانا اللي هدفع الفاتوره. انا هم وغم الثوره. قال عن اذنك ياما. هو في ايه؟ هما مالهم اتمخولوا ليه؟ هما الجوز ماما. ايه يا حبيبتي؟ حاسه خفيش يا حبيبتي؟ انا كويس. Thank you.